مجمع خالدون السكني واحد في صباخ البصرة. بصراحة مجمع الخالدون السكني حال في 2010 توقف في 2014، ولما كنا نراجع ديوان محافظة البصرة يجاوبونا جواب واحد انه هذا المشروع مو ضمن مفردات ديوان المحافظة، هذا ضمن مفردات وزارة الإعمار والإسكان. بال 2021 بعد المطالبات والتظاهرات والتوقفات، بصراحة الوقفات الاحتجاجية الكثيرة وإذاعة المربد والقنوات الإعلامية كانت سباقة بالموضوع، تم نقل المشروع تماما بال 21 شهر العاشر إلى ديوان المحافظة مع تخصيصاته المالية، لكن للأسف ما زال المشروع يراوح من قسم إلى قسم، من غرفة إلى غرفة داخل ديوان محافظة البصرة. وبصراحة هذا المجمع الجهة المستفيدة ما عنده هو ذوي الشهداء النظام البائد، وذوي الشهداء النظام البائد اللي الدنيا مقلوبة عليهم بالإعلام، المستفيدين والكذا والكذا والكذا، وأغلب ذوي الشهداء يسكنون بالعشوائيات وبالإيجارات. بصراحة مطالبنا خلي يكملون بيوتنا لا أكثر ولا أقل، خلي يكملون بيوتنا. سان عندي بيت قاعد بيه، بس اكو ناس قاعده بالايجار، اكو ناس قاعده حواسم، اكو ناس رواتبها قليله من الشهداء. زين انت تنصف الشهداء محافظ البصره، يعني شو راح ننتخبكم انت؟ عمي ما حد ينتخبكم، مللتونا الاحزاب والله مللتونا، شو مسوين احنا؟ جايبين سريه كامله علينا احنا بطرق ايدينا. والله مطالبنا نطالب من السيد المحافظ من رئيس الوزراء ان ينظر لهي الشريحه المظلومه، يعني هم انطونا بيوت صحيح، لكن ما سلمونا بيوت، سلمونا ورق. شلون يقولون حبر على ورق؟ يعني احنا شنو نجيبهن ندفنهن بهذني البيوت ويرحنين دثرن وياهن؟ شنو اللي استفادينا؟ 14 سنه صار هيك مانين علينا يعني بالراتب اللي يعطونا اياه؟ وين هي شريحه المظلومين؟ وشريحه المظلومين يسعون بينا بس بالاعلام، واحنا كل شيء ما استفادينا، بيوتنا اندثرت وراحت، امهاتنا ماتوا، امهاتنا ماتوا، اللي يتاملون يقعدون بالبيوت هم لا قعدوا ولا شيء ماتوا، واحنا ان شاء الله هم يبشرون خير راح نلحقهم، وكل شيء ما استفادينا من عد. بقاء مجمع خالدون بهذه الحاله نقل المحافظة البصرة هو استهزاء واضح بدماء الشهداء واستحقار لعوائلهم، كل ما تعني هذه الكلمة. وقال هذا المجمع المظلوم من قبل المحافظة، زين لأسباب سياسية احنا ما بيها لا ناقة ولا جمل، لأسباب سياسية المالك سواها ووقت هاي الأمور السياسية واختلافات السياسية والمجمعات الاستثمارية اللي جاي بالملايين. نناشد السيد اسعد العيدان محافظ البصره باعتبار ابن البصره وصاحب غير عليه البصره ان ينظر بعين الرأفه لعوائل الشهداء واكمال هذا المجمع. المجمع للعلم ترى نسبه الانجاز 70 اكو 60% اكو دون او كذا، يعني صرفيات من اقل المشاريع البسيطه في محافظه البصره. عدد البيوت اللي ألف اكثر من 1450 دار سكني.